العين الثالثة. كل شيء نشأ بإذنه تعالى من الروح العظمى كما ذكرنا في الحلقة الأولى. ولكن حتى تتشكل الدائرة الأولى يجب أن تتشكل محاور هذه الدائرة، وتسمى هذه المحاور أبعاد، وهي الطول والعرض والعمق. إننا نعيش ضمن هذه الأبعاد الثلاثة، إلا أن هذه الأبعاد ليست أبعاداً مادية فحسب، إنما تتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك، كالصوت والرؤية والإحساس. حين نقوم بوصل نهاية كل مستقيم بالمستقيم الآخر، فإننا سنحصل على الشكل الأفلاطوني للمجسم الثماني. وقد تحدثنا عن هذا الشكل في الحلقة الثانية، وسنأتي على ذكره في الحلقات المقبلة، إذ أنه يعد أحد أسرار أبعاد الزمان والمكان. وبعدها تبدأ الروح بتكوين غلاف يفصل هذه الأبعاد عن المحيط لتصبح ضمن فضاء مدرك. أن هذا الغلاف هو الدائرة الأولى، وهذه الدائرة هي دائرة الوعي الأولى. إن هذا الوعي الذي نشأ من الروح بإذنه تعالى يحتوي على جميع المعلومات الأساسية في الكون والأبعاد، والتي تمنحنا القدرة على إدراك ما يحيط بنا. ولولا وجود هذه الأبعاد واحتوائها ضمن هذه الدائرة لما كان للكون الممتد أمامنا وجود. إننا لا نستطيع العيش بجسدنا الفيزيائي في البعد الرابع أو في الفضاء، والسبب في ذلك أننا قد حبسنا في جسد طاقي مكون من طاقات مكثفة جعلته صلباً، وتلك هي المادة التي تحيط بنا. إن جميع الطاقات المادية الموجودة حولنا تعد طاقات مكثفة بطيئة الحركة، وهذه هي المادة. أما في البعد الرابع فالطاقة خفيفة وسريعة الحركة، ولذلك فإن الأشخاص ذوي الكشف والمتحررين من الجسد الفيزيائي يتحركون بسرعة خارقة مثل الجن والملائكة. وهذا هو الفرق بين البعد الثالث والرابع والخامس. وبعد ذلك تنتقل الروح مكونة الدائرة الثانية، وهكذا تتشكل هاتين الدائرتين. دائرتي الذكر والأنثى، اللامحسوس والمحسوس، طاقة الين وطاقة اليانغ، قوة الشمس وقوة القمر. القوة الذكرية والقوة الأنثوية، وقد تحدثت جميع الحضارات عنها وأبدعت بالبحث عن أسرار قوة الذكر والأنثى، وعن كيفية خلق روح جديدة وبرنامج جديد بإذنه تعالى عبر اجتماع الرجل بالمرأة. طاقة اليانغ طاقة الذكر، القوة المبدعة، الحركة التي تولد التغيير، الطريق المستقيم. طاقة الين هي الطاقة الأنثوية، طاقة الجمال، طاقة الفن والخيال، السكون والثبات، الطريق المنحني. فحسب متتالية فيبوناتشي، يسلك الذكر الطريق المستقيم للوصول إلى هدفه، أما الأنثى
فتتبع الطريق المنحني للوصول إلى نفس الهدف. سنقوم بشرح متتالية فيبوناتشي وارتباطها بالنسبة الذهبية في حلقات قادمة، وهذا ما يشبه أيضاً التكوين الجسدي لكل من الذكر والأنثى. إن صفات الين واليانغ تنطبق على نصفي الدماغ الأيمن والأيسر، كما أن الكرة الأرضية أيضاً عبارة عن اندماج طاقتي الين واليانغ، وينتج عن اندماج الدائرتين هذا الشكل البيضوي عين الحقيقة، كما ينتج عن اجتماع قوة الين واليانغ طاقة، وهذه الطاقة نفسها مكونة من قوة اليانغ والين، وتكون هذه الطاقة ذات شكل بيضوي، وقوة طاقة هذا الشكل البيضوي أكبر من قوة الهرم بأضعاف مضاعفة، وهذا هو سر الهرم. كما أن شكل رحم المرأة هو بيضوي أيضا، لذلك فإنه يحتفظ ببويضة الرجل وبويضة المرأة لتتكون منهما روح جديدة بإذنه تعالى. إن هذه الروح الجديدة لبرنامج جديد ينتج عنه كائن يتمتع بوعيه الخاص ويستمد من سر قوة شفرة كل من الرجل والمرأة. عليك أن تعرف بأن الشكل البيضوي أو العين الثالثة هي سر قوة الخلق وقوة الدخول إلى الأبعاد والأكوان. فعندما نتأمل تداخل طاقتي الين واليانغ في زهرة الحياة، نلحظ بأن القوة الطاقية الحقيقية فيها هي في الأشكال البيضوية، إذ أنها تحتوي على الأهرامات المتعاكسة والمستقيم والمثلث المتساوي الأضلاع الذي يعد أساس الأشكال الأفلاطونية والمعين والعديد من الأشكال الهندسية المقدسة، وكل هذا موجود في الشكل البيضوي. إن العديد من الحضارات قد أدرجت الشكل البيضوي في رسوماتها وأثارها، فقد اعتبرته الشكل الخالق للحياة وسر قوة الحياة، إذ يحتوي الشكل البيضوي على سر الضوء، ومنه انطلق النور في الكون. وهذا ما جعل العديد من المعتقدات تستخدم هذا الرمز للدلالة على النور أو الحكمة. إن عملية اندماج طاقتي الين واليانغ لا ينتج عنها مخلوق جديد بإذن الله تعالى فحسب، وإنما ينتج عنها كون جديد أيضا. يعتقد علماء الفيزياء بأن الكون قد نشأ نتيجة انفجار كوني كبير، وقد نتج عن هذا الانفجار الكون الذي نعيش فيه الآن، وقد أطلق على هذه النظرية اسم الانفجار الكبير. ولكن مثل هذه الانفجارات تحدث يوميا في الفضاء، فهل ينجم عنها أكوان جديدة يا ترى؟ ومما دعا إلى تسمية هذا الشكل البيضوي بعين الحقيقة أنه، أي جسم الإنسان، يحتوي على عين الحقيقة. هل تفاجأت؟ أجل، إنها عين الحقيقة. وقد تحدثت العديد من الحضارات عن أناس كان بإمكانهم معرفة بواطن الأمور. إن مقدرة هؤلاء قد جعلتهم يتحكمون بالآخرين ويوجهونهم كما يشاءون، ويعرفون الحاضر والماضي والمستقبل، وكانوا يلقبونهم بالأولياء أو المقدسين. أما في الهند ولدى الصوفية وحتى في الدولة العثمانية فكان لقبهم الدراويش. لا تعليق. وينقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المتعلمين والمثقفين، وهؤلاء يلقبون بالأولياء أو القديسين، وهم رجال دين. والقسم الثاني العوام المستبصرون، ويلقبون بالدراويش. أما القسم الثالث فهم العلماء الخارقين الذين امتلكوا سر المادة وسر الكشف، وهم قلة، أمثال ابن سينا، أينشتاين، ليوناردو دافنشي،
وسنفرد بحثا خاصا عن هؤلاء الذين كان لهم الفضل في اكتساب العلوم من العوالم الأخرى والأبعاد والأكوان الأخرى وفي تسخيرها لمصلحة البشرية. إن هذه العين موجودة في الدماغ وهي الغدة الصنوبرية، ولها اتصال بالعين الثالثة الأجنة والتي تقع بين العينين. إنهم يتجهزون للمعركة الكبرى، فلا تعتقد أنك أنت وأولادك بعيدين عن هذه المعركة، إنها ستمتد إلى كل مكان في العالم، فقد بدأت في أفغانستان ثم العراق ولبنان ومصر وسوريا، وعما قريب سيرغبون بمزيد من الدماء، فقد تبرمجت البشرية على معركة العين النارية الدموية. وقعت هذه المعركة قبل 10,000 عام بين أطلانتس وراما، وبعدها ظهرت حضارات جديدة، والآن ظهرت الأيادي التي تلعب في الخفاء حتى تقام معركة عالمية أخرى. لا تعتقد بأنك بعيد أو أنك بمأمن، عليك أن تتعلم وتعلم بأنك مبرمج من خلال عينك الثالثة على جزء من الدموية، لذا عليك إخراج تلك البرمجة وإلا ستصبح وقودا للمعركة الكبرى. معركة العين النارية.